اطار التدابير والاجراءات الوقائيه لمحاربه تفشي فيروس كورونا ببلادنا حفظنا الله جميعا من هذا الوباء، وفي اطار الاستمراريه البيداغوجيه، فمباشره بعد بلاغ وزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتوقيف التكوين الحضوري، تشكلت لجنه جهويه على مستوى المركز الجهوي للمهن التربيه والتكوين لجهه سوس ماسه. تشكلت لجنه مصغره مكونه من مدير المركز، الكاتب العام، المديران المساعدان، منسق جيني ومنسق تكوين عن بعد وتكوين. عقدت اجتماعها الاول اليوم 14/3/2020، حيث تمخضت عنه مجموعه من الاجراءات، اولها ضمان تسجيل وانخراط جميع المتدربات والمتدربين بالمنصه الوطنيه للتكوين، وكذلك العمل على احداث وتفعيل منصه جهويه رسميه خاصه بالمركز الجهوي للمهن التربيه والتكوين الجهوي لسوس ماسه ستعتمد للتكوين. وحيث تشكلت كذلك لجنه من تقنيه مكونه من اللجنه الاولى وكذلك جميع الاساتذه تتيس بالمركز بمقر المركز وكذلك بالملحق وفرعه الاقليميه. ومن بين الاجراءات التي قامت بها هذه اللجنه التقنيه هي اولا هي من طبيعه الحال احداث هذه المنصه، وكذلك خلق الحسابات الخاصه بالاساتذه المقيمين وكذلك بالاستاذ والاساتذه المتدربين، حيث كما قلت ستعتمد هذه المنصه رسميا على مستوى المركز بمقره الرئيسي لإنسكان وكذلك بفروعه الاقليميه بكل من اكادير، تيزنيت، طاطا وتارودان. هذه المنصة اختير لها اسم e-learning.crnf.ac.ma. انطلقت ابتداء من 21/3، وهذه المنصة سيستفيد منها اكثر من 1460 متدرب ومتدربة من مختلف المسالك، اقول اداره التربويه وكذلك مسلك تاهيل هيئه التدريس. ادعو جميع الاستاذات والاساتذه المدربين بالانخراط